Hey, Austin Milda. I said, is he the Antichrist? الفيديو اللي فات لما قلنا ان الدجال ظهر فعلا وهو ما بيننا، انا كنت بتكلم بجد. دايما بنسمع كلمة واسم ايلون ماسك بيتكرر في حاجات كتير قوي، وما بيجيش في بالنا غير ان هو راجل اغنى رجل في العالم، ملياردير، حاجات كتيرة قوي. لكن هل جه في دماغنا ان هو ممكن يبقى الدراع اليمين للمسيح الدجال، او هو المسيح الدجال بس متنكر؟ تعالوا اسمعوا المربية بتاعته قالت ايه، لان كلام مهم قوي ومش عارف بصراحة، ربنا يستر يعني. تعالوا نسمع كده وبعد كده نشوف، لان مفيش حاجة عندهم من غير دلائل. يعني ايه اساسا ايلون ماسك؟ Has procured and sent to work for a family. There was a boy, the boy's mother, and the boy's grandfather. They were coming from Africa. They were white as me. I thought they'd be black. And because of something the boy did, I never told what he did. The boy did something very dark when he was very little. And then one day I asked someone in the circle. بص الجزء اللي جاي ده مهم قوي. بص. I said, is he the Antichrist? هل هو المسيح الدجال؟ المربية بتاعته نفسها وهي بتتكلم ان هو كان عنده 13 سنة. هل الست دي احنا مثلا دافعين لها فلوس عشان تطلع تتكلم؟ وده فيديو قديم على فكرة. الست هنا لما سألت إذا كان هو المسيح الدجال ولا لأ، ردت عليه الموجودة معاها في المنزل، قالت لها لأ ده هو معاون ليه. وإن هو بعد 40 سنة الطفل ده بقى هو إيلون ماسك اللي موجود دلوقتي. طب مبدئيا يعني إليون إليون ماسك تغير اسمه طبعا بعد 40 سنة بالظبط. طبعا في كلامها بتقول انا اتفاجئت لدرجه ان هي سالتهم، قالت لهم هو ده الدجال، فقالوا لها لا ده هيبقى من اهم اتباعه او هو السبب في خروجه. بس انا بقول لكم لا والله، ده الاسم بتاعه اساسا كارثه يا جماعه، الاسم بتاعه كارثه. تعالوا نترجم الاسم بتاعه حرفيا، لان الناس دي مفيش حاجه عندهم بمحض الصدفه، مفيش حاجه عندهم بمحض الصدفه. ايلون ماسك، تعالوا نمسك الجزء الاولاني. ايلون، ايلون باللغه العبرية هو اسم عبري مبدئيا معناه الاله الاعلى او الله الاعلى. يا نهار ابيض، ايه ده، ايه ده، احنا ما جاش في دماغنا الكلام ده خالص. او الاله، وماسك بتيجي بمعنى كلمة المستتر، مستخبي، او المستعار، او ذو الوجه المستعار. يبقى تعالوا نمسكها كده، ايلون ماسك الاله المستتر او الله الاعلى ذو الوجه المستعار. يا نهار ابيض على الترجمه الحرفيه للاسم، فظيعه فظيعه. انا جايب لكم الترجمه بتاعتها بالمواقع بالدلائل بكل حاجه. اللي جاي يا جماعه اخطر، اللي جاي اخطر. ده حاجات في من العلوم المحرمه. الجزء دوت من العلوم المحرمه على الشعوب، علوم محرمه.